حجارة يتفجر منها الماء، زهرة تخرج من صخرة صماء، نور يضيء الظلماء، رحمة تولد من رحم الصحراء، أدخل كافل اليتيم معه إلى الجنان، أحسن معاملة الخدام فجعلهم كالإخوان، يبكي قلبه بكاء الأطفال فيصلي باستعجال، من الذي قال الإحسان إلى البنات يدخل الجنات؟ من قال أحرق بالشرر من عذب الهرر؟ من قال لا تقتل الآمنين لا تقطع الشجر؟ من قال لا تقتلوا لا تظلموا لا تعذبوا البشر؟ من كان كل كلامه درر؟ من أرسل رحمة للعالمين؟ إنه سيد البشر. محمد.